الاتصالات الوائده كانت خلال فتره السبعينيات والى بدايه الثمانينات الحقيقه كان هنالك تطور ملموس في كافه النواحي ومناحي الحياه. التقارير العالميه الـ WHO بالنسبه للناحيه الصحيه كافة المنظمات كانت تعطي العراق في المنطقة إلى بداية الثمانينات يعني leaders in all the projects اللي موجودين فيها. لكن الحقيقة الحروب اللي صارت خلينا نقول بين عام 81 إلى 2003 كبدت خسائر كبيرة بالاقتصاد العراقي. يعني تقدر هذه الخسائر بحدود 830 مليار دولار اللي منها حدود 450 مليار دولار راحت للحرب العراقيه الايرانيه، 230 الى قضيه غزو الكويت نتيجه السانكشن على العراق، ايضا راحت بحدود الكلفه تقديريه حدود 150 مليون دولار. هذه الحقيقة التأثيرات أدت إلى نقاط بالاقتصاد العراقي وتداعيات كبيرة. أول شيء انخفاض التراكم الرأسمالي بسبب انخفاض مستوى الدخول والعملة المحلية وارتفاع نسبة الاستهلاك، ضعف دور المؤسسات المالية والمصرفية وعدم قدرتها على تشجيع المدخرات المحلية لتنمية قطاعات الإنتاج، هجرة رؤوس الأموال الوطنية لشعورها بالأمان أكثر مع المؤسسات المصرفية الخارجية، وارتفاع نسب البطالة وضعف القطاع الخاص الصناعي والزراعي والبنى التحتية العاملة للدولة، العاملة للدولة. هجرة الكفاءات وهذه أكبر مشكلة، وكانت هجرات الحقيقة من عام 58 إلى حد اليوم هجرة الكفاءات على شكل موجات حسب النظام السياسي اللي موجود. هذا التحول في أوضاع العراق حقيقة من بلد كان على هم التحول في النمو للدخول ضمن مجموعة الدول ذات الدخول المتوسطة الواقعة في الشريحة الأولى إلى بلد ذا اقتصاد مهدم وفقير ومثقل بالديون، مما يجعل الرجوع إلى نقطة الشروق في السبعينيات أمر يحتاج إلى مدى طويل والتخطيط استراتيجي بعيد الأمد وسياسات اقتصادية جديدة تنفتح على اقتصاد السوق وتطوير القطاع الخاص والاندماج في المجتمع الاقتصادي الدولي وتحسين الأداء في القطاع العام، حيث تركزت فيما بعد مشاكل الاقتصاد العراقي على أربع محاور مهمة هي البطالة والديون الخارجية وإعادة الإقمار ومكافحة الفساد الإداري والمالي. وقد كان لانعقاد مؤتمر مدريد لإعادة إعمار العراق مقدمة لخروج العراق من مظلة الرعاية إلى بلورة مقاربة جديدة على صعيد إعمار العراق تتسم بدور أكبر للتمويل الدولي والتمويل الخاص وبدور أكبر للعراقيين حكومة وقطاع خاصة، مما يؤسس لحالة الاستقرار الأمني والسياسي وإلى ظهور موجة جديدة في فرص الأعمال في العراق. تنوع السياسات الملائمة والخطط الاقتصادية الناجحة لبدء عملية إعمار حقيقية ولا سيما على صعيد توفير الخدمات الأساسية من الماء والكهرباء فضلا عن الفساد الإداري والمالي والديون الخارجية، فعن عملية إعادة الإعمار وتحقيق غاياته الأساسية ليس فيما دمره الإرهاب فقط، بل في إعادة بناء المرافق العامة والقطاعات الإنتاجية وإنعاش الحركة الاقتصادية في ثنائية خلق توازن ما بين ترسيخ الأمن من جهة وبين تحسين الوضع الاقتصادي من جهة أخرى، مما يساعد على تخفيف الضغوط المعيشية التي تواجه العراقيين وتشجيع المشاركة الواسعة للقطاع المحلي والعربي والاستثمار العربي والأجنبي للمساهمة في بناء
الاقتصاد العراقي، ويكمن العنصر الأساسي لتحقيق الاستدامة في العراق في المساهمة الفعالة للسكان في نشاطات البناء والإنتاج وخلق الثروة، مما يتطلب تأمين مشاركة جميع العراقيين مع أولوية سكان المناطق المتضررة أو المحررة في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية من خلاله. زج السلطات الإدارية في المناطق المحررة للمساهمة في تحديد وإعداد الأولويات والمساهمة في تنفيذها. توزيع الأموال المخصصة للإعمار على المناطق حسب المعيارية المتعلقة بالسكان، عدد السكان والمساحة الجغرافية وحجم الأغراض. حث المانحين ليس على الإعمار فقط، وإنما على الاستثمار، وهو البعد الثالث في عملية إعادة الإعمار وفقا للمادة 28 من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2015، وبالتالي صدر نظام الصندوق، وكذلك في موازنة 2017 صدر نظام اللي هو نظام الصندوق. وقد حقق الصندوق العديد من الإنجازات للتخفيف من الأثار المباشرة لهذه الحرب، وهو يرفع شعار بالإمكان أفضل مما كان معكم في كل مكان، ليؤطر دوره في بناء الوطن الجديد ويكون فاعلا في جعل المستقبل أكثر أمنا واستقرارا لأهله، وتحري الفرص لإعادة الأعمار بما ينسجم مع استراتيجية هذا الصندوق، مما يلقي على عاتقه عظيم المسؤولية في مناخ استثماري يبحث عن الأمان في استشراف المستقبل، في ذات الوقت الذي يحاول فيه الصندوق التخفيف من الآثار غير المباشرة المترتبة على هذه الحرب على المواطن من خلال أنشطة الاندماج المجتمعية والعمل التطوعي التي ترافق قيامه بالمشاريع في المناطق المستهدفة. إن الصندوق مستفيدا من موارده التي تشمل التخصيصات السنوية المقصودة من الموازنة الاتحادية، حيث تشكل موازنتي الاستثمارية وموازنتي للبرامج الخاصة، والتي تتوزع على قطاعات الماء والكهرباء والصحة والتربية وطرق الجسور، ولضمان توزيع عادل للموارد على المناطق المتضررة، يوزع الصندوق مشاريعه وفق ما حدثنا وقلنا سابقا من خلال العدد السكاني والمساحة والمقدار أو حجم الماجنتيود بالنسبة للضرر اللي موجود. لذلك أطلقنا يوم 25/11/2016 حزمة من المشاريع بحدود 152 مشروع، تشمل تجهيز مواد صانع وتأهيل مشاريع مجمعات وشبكات الماء في كل من عمدار وبابل ومينا وسنجار وصلاح الدين وديالي وحزام بغداد وشمال بابل لإعادة عصب الحياة إلى تلك المناطق والمساهمة في تخفيف العباء من النازحين العائدين إلى مناطقهم بعد انتهاء عمليات التحرير، وفي نفس الوقت يعمل الصندوق جاهدا للتعاقد مع الوزارات ذات العلاقة لتجهيز المشاريع والاحتياجات الضرورية. لقد كان لمشروع البنك الدولي، القرض هو 350 مليون دولار في سنة 2016، اتفعل في شهر سبتمبر 2016، وأن المورد الآخر هو العراق ريكفري بروجرام اللي هو نسميه قرض الإنعاش الألماني بحدود 500 مليون يورو. وقعت الاتفاقية الإطارية في شهر شباط الماضي، وبعد حقيقة التنفيذ أو الخطة للتنفيذ أو دليل القرض نسميه بعد ما انتهينا بها
190 مليون دولار من هذا القرض وضع على موازنة 2017. أكو أيضا مورد آخر 100 مليون دولار منحنى كويتية للهيلث سيكتور، وأكو أيضا عندنا المنحة اللي هي من صندوق التنمية الكويتي بموضوع جدا مهم هو عملية assessment أو survey للمناطق المتضررة لتحديد المشاريع ووضع الموازنة أو القيم التخميمية لهذه المشروع. هذا المشروع اعتبر building stone لعملية إعادة الأعمار في العراق. ليش؟ لأن المجتمع الدولي ومجتمع مدني بالحقيقة كانت أكو إشكالية في عملية صرف هذه المبالغ لتقييم الأضرار بشكل دقيق من قبل جهة ما. المباحثات مع الجانب الكويتي الشقيق حقيقة تطلبنا من أدواء أن يقومون في عملية السردية، والسردية الحقيقة وافقوا عليه وأن تقوم به شركات عالمية حيادية، وهذه النتائج السردية اللي راح تصير وأكو لقاء يوم 23 مع صندوق التنمية الكويتي أن يتحملون هذه النفقات راح تعطي مصداقية كبيرة لهذه التقارير اللي حقيقة راح تكون إشارة بيضاء للمجتمع الدولي ولدافع الضرائب الأجنبي على أن هذه المعلومات هي المعلومات الدقيقة وقامت فيها شركات عالمية، وبالتالي أي ما يكون دافع الضرائب ببساطة تشفته مثل ما يقولونها ويقدر يشوف هذا المشروع هل هو موجود على الأرض أم لا والكلفة التخميمية. وبالتالي سواء المؤتمر اللي سيقام أو الجوع المانحة تكون متأكدة 100% أين ستذهب هذه الأموال. الطريقة اللي عملنا فيها مع البنك الدولي طريقة شفافة جدا، يعني الـ Emergency Operation of the Provenant Projects اللي يصطلحون عليه الـ EODP الاتفاقية تكون مع الحكومة العراقية. صندوق إعادة الأعمار هو المنسق بين الدولة والوزارات القطاعية والمحافظات بعد نقل الصلاحيات إلى هذه المحافظات والجهة المانحة للقرض، وبالتالي هذه اليونتس اللي راح تصير اللي هي المركز اللي هو الصندوق اللي نسق هذه العمليات بين الجميع في كل وزارة قطاعية راح يكون هنالك ما نسميه PMT Project Management Team. هذا Project Management Team ياخذ كل العملية from A to Z ويبعثها إلى البنك الدولي، والبنك الدولي هو يقرر if there is objection or no objection. وبالتالي إذا كانت هناك اعتراضات بشكوك في أي نقطة من هذه النقاط اللي بدت من الإعلان عن المراخصة المطلوبة إلى عملية التوريد إلى توزيع المواد إلى المناطق المتضررة راح يكون عليها إشراف دولي، وبالتالي ليس هناك أموال فعلية تدخل إلى العراق وإنما أكو هنالك مشاريع للإنجاز، وبالتالي تضع أيضا ثقة بالدول المانحة في هذا الاتجاه. الـ OODP حقيقة بي 6 كومبوننت اللي هي الالكتريسيتي كهرباء بلديات الطرق والجسور الهيلث سيرفيسز والتكنيكال اسيستنت اللي يكون وبروجكت مانجمنت اند مونيتورينج. الافورتس الحقيقة اللي بيشتغل فيها الاعمار مثلاً يجي على الـ Allocated Amount لكل سكتر من الـ 350 مليون، الكهرباء أخذ 70 مليون، الصحة أخذ 42 مليون، البلديات 62 مليون، الرود أند بريدجز أخذ 140 مليون، الـ Reconstruction Fund اللي هو الصندوق بحد ذاته
9 ملايين و200 القضايا الاستشاريه والتأهيل الاستشاري والمونيتورينج، والبنك انترست تكنيكال اسسمنت 25 مليون بالتوتال 350 مليون. الكتشن سيتي بروجكت حتى تشوفوها هنا موجوده معروضه، الحقيقه كل الاشياء اللي موجوده والهاوس سيكتور ايضا معروضه. هذه كليتي العمليه اللي صارت والمشاريع اللي صارت بالنسبه الى قطاع الكهرباء. حقيقه لا يوجد مجال ان استعرض لكم كافه المشاريع، لكن على اقل تقدير هذه بالنسبه اللي داخل الصندوق المبالغ اللي تنصرف، وكلها ايضا هذه فقط توسيع. بالنسبه الى قرض الاي ار بي اللي هو البنك التنمية الالماني بحدود 500 مليون يورو، الى هسه الالوكيشن اوف ماني متن بالوقت الحاضر، عندنا بعد يومين ورشه ايضا موجوده نضع دليل مثل ما سوينا شلون يصير الديستربيوشن مالت الماني على القطاعات اللي مطلوبه، والان في طور اعداد هذه الدليل للعمل على 190 مليون دولار اللي وضعها مجلس النواب في الموازنه الحاليه. بالنسبه للفدرال بادجت اللي كانت 148 مليار دينار عراقي استثماريه و148 مليار على البرامج الخاصه، الحقيقه يعني ما صفت كلها. يعني هاي السنة الثانية أنا الحقيقة داومت أو ديت عملي في الصندوق 24/10 نهاية السنة المالية، لاحظت اكو ليكويد ماني بالبنك بحدود 15 مليار دينار عراقي، نهاية السنة ما نقدر نسوي تندرز ولا بيتس والوقت كان ضيق، فنحيناها عن طريق أيضا ما يسمى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 من 2014 بطريقة الامانات وصلاحيه رئيس الصندوق كصلاحيات الوزير المختص 100 مليون دينار عراقي، فعملنا على مشاريع النينوى حقيقه سنجار اخذتها لان كانت نينوى ما محرره والوقت عندنا قليل، يعني عندنا شهر ان ننجز به او نتصرف 15 مليار دينار عراقي. الحقيقه صرفناها وطلبنا تعزيز مبلغ اكبر بس نقدر نحصل غير 5، فصرفنا خلال شهرين تقريبا 20 مليار دينار عراقي. نينوى اخذت 11 مشروع، صلاح الدين 4، بابل 13، كركوك 3، حزام بغداد اللي نقصد به هو ابو غريب حسب الرقعه اللي نشتغل بها 6، الانبار 113 مشروع. قدرنا ايضا الترانسفورمر اللي يحتاج قطاع الكهرباء، كان امامنا فقط دياله، اشترينا من دياله مبلغ كبير، شركه كانت مقاربه الى الافلاس، قدرنا كقطاع خاص ان ننقذها بحدود 5 مليارات وشيء، وايضا كانت عندنا في الناصريه شركه بور للكيبلات اشترينا بحدود مليارين وشويه. شركة ديانة دكتور عن إذنك عندك فقط دقيقتين خلص إن شاء الله. شركة ديانة كانت تفلس، شركة حكومية وعندها إنتاج جيد لحاجتها إلى 200 مليون دينار عراقي، إجتها 5 مليارات تعدل الوضع، بيها 5000 عامل كان ممكن أن يشاركون، وشركة تور اشترينا منها كيبلات كان ممكن أن أيضا يشاركون 4000 عامل. تم الحمد لله يعني هذه المشاريع واسماء المشاريع والتفاصيل عليها ممكن موجوده عندكم واي واحد يحب يطلع عليها حاضرين. المشاريع القادمه الحقيقه نتيجه تحويل نسميها صلاحيات الى المحافظات، صار عندنا ديسكريبنسيز بين الوزاره القطاعيه وبين المحافظه. يوم 27/3 سوينا مؤتمر مشترك بين الوزارة القطاعية والمحافظة حتى نحدد أولويات المشاريع. هنالك مئات المشاريع اللي تنتظر الحقيقة الأموال اللازمة والاستثمار، والعراق إن شاء الله يفتح ذراعيه لكل الشركات اللي تريد تشتغل بالعراق. أنا أعتقد سيد
الأستاذ عقيل من الأمن الوطني إن شاء الله وعدنا لتوفير الأمن لكل الشركات اللي موجودة وبدأوا بها ومستمرين في هذا العمل. أيضاً قطعات الجيش العراقي هنالك حقيقة تعليم من رئاسة الأركان لتسهيل إعادة إعمار العراق على نقاط التفتيش كافة وحتى المواد اللي نقلوها بين المحافظات. تعاون كلش واضح وإيجابي بين المحافظين والوزارات القطاعية. إحنا بانتظار مؤتمر المانحين القادم إن شاء الله بعد أن يخلص السيرفي اللي تبرعت به دولة الكويت من خلال الصندوق خلال 3 إلى 6 أشهر ينعقد المؤتمر الدولي للمانحين. وتقولون أنت متفائل؟ نعم أنا متفائل جدا، وليس أحلام مرضية. من حقنا أن نحلم كشعب، من حقنا أن نبني وطننا، من حقنا أن نجلب الاستثمار وأن نوفر الفرص الاستثمارية. ما أطلبه من السيدات والسادة المجتمعين أن يقولون شنو المشاكل اللي صادفهم بالعراق نتيجة الاستثمار، مو إحنا نقول لهم شنو المشاكل. إذا كانت مشاكل في القوانين أو الأنظمة أو أي مشاكل أخرى، نرجو خلال هذا المؤتمر تفرضوها علينا. أعضاء السادة أعضاء مجلس النواب موجودين، الوزراء ممكن أن يتواجدون، المسؤولين بالبنك غيرها، أعطونا المشاكل اللي صادفكم حتى نحاول نحل لكم إياها. وشكرا جزيلا إلى حسن الاستماع. شكرا لكم.